مع الشاشات التفاعلية الموجودة عندنا من أوركس، لا تخلي الطالب دائما يكتب وراك، خلي الطالب دائما مركز بالدرس اللي انت عم تعطيه، لانه احنا عندنا هون بكل سهولة بتقدر تورجي الطالب شو انت شارح عنده بالضبط بكل سلايدات. بالاخر احنا بنقدر نطلعهم ككيو ار كود، بيقدر الطالب يمسحه على موبايله، بياخد كل السلايدات اللي احنا كنا نشرح عليها. طبعا هو بس مجرد انه يمسح الكيو ار كود اللي بيكون موجود هلا بيطلع لنا هون بالصفحة، بيصير موجود عنده السلايدات اللي احنا شرحنا عليها كلياتها بالضبط.